مضاد، الاعلام المضاد. انا حتى هنا لما كنت بطلع في ملعب الاهلي كنت بطلع اقول الكلام ده، اقول يا جماعه، ويعني شبهت مره قالوا محمد هاني واجاي اعتقد، وقبلها على طول كنت انت باربع خمس ايام كان وليد سليمان دخل على الراجل الجيم، او الجيم دخل على الراجل، هو اللي دخل عليه الجيم ومسكه في بعضه هو انت ما اعرفش سمعت ولا انا بقول اي كلام؟ كابتن وقالوا برضو الراجل وفتحي وقالوا وانا سالته على فكره السؤال ده مباشره وهو قاعد في نفس مكانك هنا، وقلت له انت اتخانقت كم مره مع وليد وكم مره مع فتحي؟ فانا برضو بسالك يا وليد، ولو في اي حاجه قولها، يعني لو في اي حاجه بينك وبين الراجل انا عايز جمهور النادي الاهلي يعرف، لو في اي حاجه مفيش مشكله خالص. لا يا كابتن مفيش اي حاجه، الراجل اصلا يعني انا لعبت مع الراجل 3 ماتشات وبعدين اتصبت، والعادي يعني الراجل بيدخل كل يوم لو انا موجود في العياده بيسلم عليا وعلى المصابين، مفيش اي حاجه بينه وبين الراجل خالص يعني مفيش حاجه، ما مسكتوش في بعض يعني ولا انا لقيته لما بعد ما كان مع حضرتك في الحلقه جه بيقول لي هو انا اتخانقت انا وانت؟ هو من كتر ما انا هقول لك حاجه، ما هو انا ساعات ببقى ايه، ما هو انا ساعات بقرا تعليقات الناس او اوقات كتيره يعني بقرا تعليقات الناس وناس بتكلمني في التليفون، فانا مره واحده لقيت مثلا ايه في يوم من حوالي قبل حلقه مارتن دي مثلا بشهر ولا حاجه، لقيت مثلا سيل تليفونات مجموعه من الاهلاويه بيقولوا لي هو كابتن فعلا وليد اتخانق مع مارتن لاسارتي في الجيم ومسكوا في بعض؟ قلت له بص اصل انا ما رحتش وما اعرفش، بس انا مبدئيا ان وليد يتخانق مع مستر مارتن لاسارتي ويمسكوا في بعض في النادي الاهلي يعني ما اعتقدش ان دي ممكن تحصل. ما ينفعش خالص يعني. فلازم لو في اي حاجه عايز تقولها في هذا لا والله يا كابتن ما فيش، هو الموضوع انا استغربت لما الراجل بيجي يكلمني بيقول لي انا اتخانقت انا وانت. قلت له لا، قال لي اصل في الحلقه بيقول لي اتخانقت انا وانت واتخانقت انا وفتحي اتخانقت. قلت له لا خالص. انت عارف هو كان رده ايه؟ وما اعرفش يا برجاوي لو الحلقه موجوده لو تقدر تجيب لنا الرد لو ينفع يعني، لو هتبقى صعبه يبقى بلاش. انا سالته قلت له انت اتخانقت كم مره مع وليد سليمان؟ قال لي وليد سليمان اتخانقت معاه؟ الراجل اندهش يعني عارف. أيوة. قال لي وليد لعب معايا ماتشين او ثلاثه، 3 ماتشات بعد كده اتصاب. صدقني لما هيتصاب بعد ما يرجع من الاصابه هيلعب. لا الراجل جميل يا كابتن مفيش اي مشكله خالص. هو كابتن دايما حتى في صفحات كتير باسمي بتنزل كلام وبتنزل حاجات. لا هي السوشيال ميديا يعني بنستخدمها غلط، لكن مفيش اي حاجه بينك. لا 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 خالص مفيش اي حاجه اطلاقا يا كابتن، مفيش اي حاجه بيني وبين الراجل ولا بيني وبين اي حد. الموضوع يعني يمكن اصلا انا فتره الاصابه دي لو شفت الراجل في الاسبوع مرتين ثلاثه، ان انا باجي بدري عشان حضرتك عارف اللي بيبقى مصاب بيجي بدري يتعالج قبل اللعيبه اللي هتلعب عشان تنزل تبقى سليم بالظبط.